أن انعقاد هذا الحوار يعكس أهمية التكاتف والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ. نطمح إلى تحقيق مخرجات رئيسية، على سبيل المثال تعزيز الوعي البيئي بين الأفراد والمؤسسات في المجتمع، وأيضا التأكيد على الدور التشاركي بين الجهات المختلفة في الدولة. فالوزارة لديها استراتيجية، خطط، برامج، مشاريع مختلفة إلى تحقيق الاستدامة البيئية. بدون الجهود الموجودة في الدولة من الأفراد والمؤسسات والجهات المختلفة لا نستطيع تحقيق الاستدامة البيئية، وتكاتف الجميع يساعد في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وهذا يتفق مع رؤية قطر 2030.